أزيد من 31 مليون شجيرة من المبرمج غرسها خلال الموسم 2020-2021، حيث أشرف الوزير الأول عبد العزيز جراد رفقة وفد وزاري على إطلاق الحملة الوطنية للتشجير من ولاية تيبازا، الولاية الأكثر تضررا من حرائق الغابات الأخيرة. الأعداء الجزائر اليوم يحاولون ضرب هذه الثروة الوطنية، فنرد عليهم بطريقة سلمية، بطريقة الأشجار من إعطاء الحياة من جديد. عندنا الدلائل بأنها حرائق إجرامية، وهذا الإجرام هذا ليس له فقط بعد داخلي، بعلاقة مع بعض الأوساط في الخارج التي توجه الشباب الجزائري إلى الفتنة وإلى العمل الإجرامي. تعويض المواطنين المتضررين جراء الحرائق من أبرز التوصيات التي أقرها الوزير الأول خلال هذه الزيارة، بحيث سيتم تعويضهم قبل نهاية السنة الجارية. أعطيت توصيات وأوامر لتغطية كل الضرائر اللي وصلوا لها الناس، وإن شاء الله بنا شهر شهر ونص نكونوا غطينا كل هذه المساعدات لإخواننا. حملة وطنية للتشجير تحت شعار فليغرسها، مبادرة من شأنها تحريك وتعبئة كل أطياف المجتمع للوقوف ضد الأعمال التي تستهدف الغطاء النباتي وإعادة الحياة للغابات المتضررة من الحرائق.